أن الليست بوكس هو نوع من الكنترول اللي يحظي مجموعة قيم زين أو items الحقيقة. ممكن تضيف، ممكن تحذف، ممكن تختار، ممكن تختار مجموعة، ممكن تسوي check item وهكذا. هذه يفيدنا بالاختيارات بالعدة أشياء مع بعض. طبعا ممكن يكون عادية، ممكن يكون checked، هيكون قدامه مربع للchecking. أوكي، طبعا يفيدك إنه هذا list من الايتم، فالليست بما انه ممكن هو ليست جاء من اي انوميرابل، فاذا ممكن تسوي له سورتنج عن طريق خاصيه البروبرتي. عندك خاصيه سورتد، فاذا سويتها ترو فكل القيم هذه هتكون دائما سورتد، اذا سويتها فولس فهتكون حسب ما انت ادخلتها بالليست بوكس. نوع اخر يشبه الليست بوكس هو الدروب داون ليست. الدروب داون ليست هو عبارة عن ليست يظهر لما أضغط على فت مثلث هنا كأنه سهم، تضغط يظهر لك مجموعة أشياء ممكن تختار من بيناتهم. هذه شايفية طبعا الاختيارات، خاصة تختار لغة، تختار دولة، تختار أي شيء، تفيدك بالاختيارات وسهولة العمل. طبعا أكو خاصية إضافية إلى خواص اللي تشبه الليست بوكس، إنه أكو بي خاصية التكست، فاللي تختاره حيكون خاصية التكست. الكل من الليست بوكس والدروب بوكس بخواص أخرى مثل السلكتد آيتم طبعا زين، أو سلكتد إندكس زين. السلكتد آيتم هو يعبر لك عن الآيتم اللي اختاريته، فيعطيك إياه كأوبجكت، ممكن تحوله إلى سترينج، إذا أصدق سترينج سترينج سوي، إذا هي بس كلمات. أو سلكتد إندكس حيعطيك الإندكس مالتهم، فلو رجعنا للسلايد السابق شفنا هنا أربعة، فهذا سلكت إندكس الأول هو صفر لأنه ليست، فالإندكس مالته صفر، واحد اثنين ثلاثة، فلو اختاريت الريد أي كل الإندكس اللي اختاريته سلكتد إندكس هو اثنين، وهكذا ممكن نشوفها. طبعا سلكتد آيتمز ممكن تختار أكثر من واحدة، هذه حنشوفها بالمستقبل إن شاء الله، وخاصة لما ناخذ الليست فيو. اوكي، انا ناخذ هسه كاشياء بسيطه ونحاول نشوفها. عدد الايتمز هو تلقيها بالكولكشن اللي هو الايتمز. طبعا الليست بوكس والكومبو بوكس اللي هو دروب داون ليست نسميه كومبو بوكس بالسي شارب، بيهم ما بيهم تكست، خاصيه التكست اللي تحط بيه كلمه هنا اللي هي مجموعه كلمات، وبها كولكشن اللي هو مجموعه ايتمز تحطها الليست بوكس او بالكومبو بوكس. هذا الكولكشن سوي له بوبوليشن للايتمز مالته سواء بالديزاين او بالكود. ممكن يكون عدد معين من العناصر، اذا اردت تعرف العدد العناصر فتروح ايضا الايتم مالتك، تقول مثلا هذا اذا سميناه كومبو بوكس تقول كومبو بوكس دوت ايتمز دوت كاونت، حيعطيك العدد العناصر الموجوده هنا. وهكذا شوي شوي حناخذ كل البروبرتيات المهمة اللي نحتاجها. هسه خلينا نسوي مثال على الليست بوكس والكومبو بوكس ونشوف شلون انه نقدر نسوي بعض العمليات اللي نستخدمها غالبا الليست بوكس فيها. نسوي انسرت وديليت، وناخذ الكومبو بوكس نسوي بي انيبل اديتنج او ديسيبل اديتنج. لاحظ الكومبو بوكس بالبداية على enable editing، الانسرت والديليت حاليا disable اصلا، يعني مو مختارين اي شيء بالليست بوكس. الايتم ممكن تكتب اي شيء هنا، اذا سويت هذا disable كل يصير disable، اذا سويت enable كل يصير enable. هذول ما يصيرون enabled الا اذا اختار الشيء مكان اللي حضيف بي او اسوي له ديليت. انا اختارت المكان الثالث وممكن اسوي له ديليت هسه حاليا. لاحظ من سوي ديليت الرابع يجي مكانه، والرابع هو حيصير مختار مختارين يعني. زين اريد اسوي انسرت هنا، اقول حيكون مكانه الرابع احط عنصر الثلاثه صار انسرت. اقدر حتى بالنهايه اسوي انسرت ورا الخامس، لان دائما الانسرت احط قبله نسوي اني بردوره، اقدر ورا ايضا اختار واحط هنا رقم مثلا خمس. وأقدر وراح أحط ستة وينزل وياها مباشرة. أقدر أمسح أي مكان أريد، ديليت ديليت.
اقدر اسوي ديليت ديليت واقدر ارجع منها اسوي واحد انسرت اثنين انسرت اوكي اجيب قبل الخمسه سانسرت اربعه اذا صار عندي بهذا الشكل وارجع هنا انيبلد اقدر اسوي ديسيبلد هسه كله صار ديسيبلد اقدر اسوي انيبل لانه اكو اختيار فيبقى هذول مختار انيبلد هذا المطلوب اسويه زين على مدى اتعلم شلون اتعامل ويا الليست بوكس كل الشغلات الشغله اللي ما راح نسوي بهذا المثال الاد الاد دائما يضيف الى نهايه الليست بوكس مثل ما نعرف طبعا اكو اد اللي استعرضنا عنه بالانسرت وخلينا نقدر نختار نهايه الليست قد ما كان هنا على ما نسوي له انسرت اوكي وهذا فقط اللي سنسويه راح نشوفه بالمثال هذا عشان خلينا نبدا نسوي هذا المثال اول شيء نحتاجه هو الليست بوكس موجود هنا هذا الليست بوكس اوكي نحتاج ايضا الى ليبل ديفوك وايضا نحتاج الى تكست بوكس هذه تكست بوكس نحتاج الى ليبل امامها اوكي نحتاج الى بتن للانسيرت اوكي بلتكم في كنترول ديليت للديليت نحتاج ايضا ونحتاج الى كومبو بوكس للانيبل اوكي هذه الاشياء اللي نحتاج نسويها العمليه اوكي اذا كل هذا نحتاجه هسه حاليا فقط حطينا الكومبوننت اللي نحتاجه نريد هسه نعدل بهن نعدل بالاسامي نعدل بالتكست مالتن على ما تكون مشابه للي نريده زين وبعدين نضيف الشغل الاخر لهذا كله اوكي فخلي نبدي بالليبل الاولى فالليبل الاولى كانت ليست بوكس انسامبل اوكي اعتقد الاي لازم كابيتال اوكي وناخذ الفونت نبدل الفونت ايضا ناخذ فونت مرتب هي يكون هذه وبولد اوكي تغيره شلون كابولها ليست بوكس اكزامبل اوكي هذه هنا كانت نيو ايتم الخاصية التكست من التكست اوكي هذه انسيرت هذا ديليت ليت سلكت ذا ايتم طبعا هذه قصيره ما تظهر فلهذا صف هذه بقدها هذا ايضا أحلى. جيبين شوية اللي جاي زين الكومبو بوكس والليست بوكس بعدنا ما نسوي له بوبليشن بالايتم مالتها فناخذ الليست بوكس خليه الاسامي الاوبجكت حاليا ما عندي ولا شغلات تقدر تعمل بها اتذكرها بس يفضل طبعا تبدل النايمز بس انا ما راح ابدلها لانه اتذكرها للسهوله
خلينا نكمل بسرعه. إذن هذه العناصر للكم ليست بوكس. الكومبو بوكس عناصر راح تكون هذه اللي نريده. خلونا نسوي لون نشوف شنو النتيجة. اوكي اكو اختلاف واحد هنا، ماكو الاختيار صح، اذا لازم نبرر هذا الاختيار وهذا شوي نقصره. اوكي هسه مرتب هذا شلون نسوي به يا ترى الكتابة؟ طبعا اكو طريقتين او عدة طرق حقيقة. الطريقة الأسهل أن تروح مباشرة هنا للتكست خاصية، لأن قلنا هذا كومبو بوكس بخاصية التكست، وتكتب هنا التكست اللي تريده، أو تقدر بالكود زين تروح للكود وبالإنيشاليز تحط إنه الإندكس سلكتد إندكس هو صفر. بس حنسوي الطريقة السهلة حاليا. هسه لو اسوي له رن لاحظ. اوكي زين انسرت اكو دليت اكو اختيار اكو. اوكي بس لازم نسوي الكود بيهايند. زين الكود بيهايند حنبدي من الخطوه خطوه. اوكي بالبدايه حنسوي انسرت. الانسرت هاخد التكست هنا يضيفه بالمكان اللي تريده. فأول شيء أضغط الكليك، لما يصير كليك على الانسرت لازم يضيف شكل بالتكست بوست إلى الموقع اللي حدده هنا. زين فطبعا يضيفه إلى الموقع اللي أنا اختاره. زين مثل ما شفنا إذا اختار الموقع يلا أضيف. إذا أقول أول شيء لازم أكون سلكتد اندكس موجودة، يعني اختاريت أني في مكان معين أضيف الانسرت. يلا أضيف العنصر. طبعا نقدر نسوي اد، الاد فقط يضيف بالنهايه. اوكي بس انا اريد بالانسرت اسويها، واروح للكود واقول دوت هنا سويت قلت اذا سلكتد اندكس اكبر او يصير نفس صفر، يعني انا مسوي سلكشن. اوكي شو اسوي اذا مسوي سلكشن؟ اقول ليست بوكس 1.items.insert. الانسرت ياخذ بارامترين، لاحظ الاندكس يريد ويريد الاوبجكت اللي اضيفه. فالانسرت الموقع هو شو يكون؟ هو من الاختيار مالتنا بالليست بوكس. فاذا اقول ليست بوكس 1 dot selected index بارزة أضيف شنو؟ التكست box 1 dot text. أوكي طبعا هيحوله إلى object، يعني بدأ عليه إلى default object فهيضيفه. خلينا نسوي run لهذا نشوف أكو إيرور لا. لاحظ إذا أكتب 1 2 3 4 واختار مكان الانسرت انضافت. زين اذا اشتغلت. اذا ما سوي اختيار بس الانسرت ماكو، لما نسوي اي اختيار. اوكي هذا جزء سوينا. طبعا لازم نسوي انيبل اذا سويت اختيار. بعدين هذه نسويها، لان بالبدايه هذه المفروض ديسيبل، لان ما طول ما نسوي اختيار. خلينا نسوي ديليت سلكتد ايتم. زين اذا لازم ايضا اكو سلكشن. اروح هنا اقول نفس الحاله اف لازم اكو سلكشن. اذا شو اقول؟ ليست بوكس 1 دوت سلكتد اندكس اكبر
او يساوي عند الصفر، يعني اكو سلكشن. اذا اكو سلكشن شو تسوي؟ اقول ليست بوكس 1 دوت ايتيمز من العناصر مالته دوت شنو ديليت او ريموف. لحظه اوكي، ريموف. ريموف يحتاج اوبجكت، لاحظ زين، يعني يحتاج الاسم كاملة الاوبجكت اعطيه بالضبط مثل ما هو موجود. فراح شو اسوي؟ اسوي ريموف ات. اوكي، ريموف ات يريد الاندكس فقط، اسهل لي بالتعامل. اوكي، فبسوي ريموف ات ليست بوكس 1 دوت سيلكتد ايتم سيلكتد اندكس، سوري. اوكي، اذا شو اسوي؟ بدي اقول الليست بوكس 1 العناصر الايتمز ريموف اد، زين شو اخر؟ الليست بوكس 1 اللي اختاريته سيلكتد اندكس، طبعا الاندكس مالته لانه انا سويته ريموف اد مو ريموف. لو مسوي بس ريموف لازم اعطيه التكست كاملته. اوكي، فهسه راح اسوي ران واشوف يشتغل ولا لا. اول شيء ما يشتغل لانه ماكو اي شيء، لا هو ولا انسرت. اختار 3 اسوي ديليت سيلكتد ايتم. اوكي، اكتب 3 هنا واختار هنا، لا تنسى. اوكي، اسوي انسرت. اوكي، لحظه انا اختاريت بعد ما سويت ديليت، المثال ما كان هي هذا الشكل، اعيد مره الاخ. لاحظ سويت ديليت، ماكو اختيار، راح الاختيار، فريت الاختيار يرجع للفور هنا يبقى. اوكي، فايش راح اسوي؟ لازم اسوي عملية بحيث ارجع كاني انا مختار، لان ما نسوي ديليت بعد سويت الديليت هذا العنصر بعد ما هو اختيار سبتو سيلكتد، سويت للديليت راحت وراح الاختيار وياها، فلازم اسوي الاختيار على العنصر الاخر. فارجع هنا شو اسوي؟ اقول ليست بوكس 1 دوت سيلكتد اندكس تساوي لي الاختيار اللي اختاريته، فالاختيار اللي اختاريته هو هذا، صح ولا لا؟ لاحظ هنا، واللي هو نفس هذا سيلكتد اندكس، واللي حتحتاجه هنا فخلي اسوي هنا بالبدايه متغير انتجر، اقول سيلكت اوكي سوري سيلكتد ايتم اكوال الى هذا كله، صح لو لا؟ وهذول بعد عليش كل مرة هي فقط سيلكتد ايتم اكتب له، وهذا ايضا سيلكتد ايتم. طبعا شنو نقدر نسوي بطريقة سهلة، اسهل التبديلات يجي بس بينك وبالبداية، وهذا سيلكتد. اوكي، او سيلكتد اندكس يمكن نسوي احسن. زين كله سوينا سيلكتد اندكس احسن. زين هذه سيلكتد اندكس، هسه خليني نسوي له ران، اختار ديليت. شوف بقت البراءه 2 هسه واخره، لازم تجي الاربعه بداله وتبقى السلكشن موجوده 5 ديليت صار ايرور. اوكي، هذه حنحلها بعدين. اوكي، لانه احنا طلعنا خارج السايز مالت الليست بوكس، هنشوف شلون تنحل. زين كان هسه قبل ما نكمل هذول الشغلات اللي تطلع لنا ايرور، نشوف اكو شغله طلعت شفناها، انه ممكن نضيف نهايه العناصر. هنا ما نضيف اي شيء يصير قبل الاختيار. زين النهايه شلون اضيفه؟ لازم اكو اختيار اقدر اضيفه. اوكي، هذه هسه بعدين، ونفس الشيء اذا سوينا ديليت اخر واحدة تطلع لنا مشكله، هذه ايضا حل بعد شويه الاخر. خلي قبل هذه نسوي الانيبل والديسيبل. اوكي، لان احنا بدينا العمليه ماكو سلكشن، هذا ديسيبل، صح ولا لا؟ فلما نسوي
سيلكشن لازم يصير انسرت انيبل. اوكي ف اذا ويا سيلكشن يتغير السيلكشن. نفس الشيء ديليت اذا ماكو سيلكشن ماكو مو انيبل يكون بالبدايه، فلهذا لازم اتحكم بالاثنين. ايضا اسوي الانيبل لكل هذول الاشياء مع بعض. نبدي بالكومبو بوكس. اوكي كومبو بوكس هنا اخذه لما سيلكشن سيلكتد اندكس تشينج، يعني الاندكس مالته تغيرت. اذا شو اسوي؟ اقول له اف، لاحظ هنا قلنا اكو خاصيه التكست اللي تختاره يكون بالتكست. اذا نقول كومبو بوكس 1 دوت تكست تساوي لي انيبل الصوت اذا انيبل اديتنج سوي شنو؟ اريد اغير كل امحي يعني كل الكنترول هذه اتحكم بها، فما عندي شيء هنا راسا وما اكتب هذا وهذا 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 كل ما اسوي له انيبل سويه، اقدر واحد واحد اسوي كل واحد اكتب له سطر، بس الاسهل انه كلهم اجمعهم في مجموعه واحده واتحكم بهم. مو افضل بدل ما اسوي مثلا انا اريد اسويها هنا فلازم اقول له شنو؟ اول شيء يسوي الليست بوكس الليبل هذا انيبل زين او هذا انيبل وهذا بعدين انيبل وهذا انيبل، خلاص كلها جمعها في كونتينر واحده واللي هي البانل، وقلنا البانل ممكن نستخدمها. اوكي هذه هسه كلها صارت بالبانل على المدى تاكد شويه حركه يلا نحسب البانل زين، هذه بالبانل موجوده كلهن. هذا البانل اذا سويت له ديسيبل كل الكومبوننت مالته حتصير ديسيبل، واذا سويت له انيبل كل كومبوننت يصير انيبل، فاسهل لي بالعمل. اذا اروح للكود اقول له هنا بانل 1 كان اسمه دوت انيبلد يكون الى ترو، وإذا لا إذا عكس هذا زين panel 1 dot enabled أقول له false. اوكي نسوي له run نشوف هسه enabled سوي disabled كلها راحت كلها مفروض ترجع enabled، ما رجعت enabled ليش؟ اكو خطأ عندنا بالبرمجة صح ولا لا؟ نرجع نشوف شنو كتبنا. لاحظ هذا اي سمول هنا في اي كابيتال زين، سوي لران سوي انيبل ديسيبل انيبل ديسيبل وانيبل. اذا حقق لنا هذا الشيء، يبقى لنا فقط ان نشيك هل هنا مختارين او لا هنا ما مختارين. الطريقه السهله اللي حسويها انه اقول لما هنا سيلكشن يتغير، من يتغير زين سوي هذول انيبل او ديسيبل زين. فاذا هذا اول شيء. ثاني شيء اريد اختار اخر عنصر على مد اقدر اضيف فد شيء بالنهايه، اذا اريد بالنهايه يكون عندي فد شيء فارغ كانه اختار به. فراح اروح على الايتمز، لاحظ شلون هاي الحله، اروح على الايتمز بالليست بوكس من الايتمز هذا الايتمز كولكشن اضيف عنصر اخر وهو الفراغ اسوي له رن اسال هذا 1 2 3 4 5 الاخيره فارغه. اوكي اريد من يوقف على الاخيره هذا يصير ديسيبل على المود لا اقدر امسحها، اريد من نختار يلا يصير هذا enabled وهذا ايضا enabled. اذا راح اضيف two options هنا واللي وبالاحرى instructions على مود احدد هالعمليات هذه. اوكي فاجي اول شيء اروح على delete selected item. اوكي then اريد شوكت يكون السلكشن يكون اذا اخر واحد اذا سلكشن اخر واحد هذا يصير ديسيبل. اذا هنا الديليت ما اريد اشيك، انا اريد اشيك وين ويا الايفنت مع سلكشن تشينج. لاحظ
أقول لك F ListBox dot items dot okay sorry the selected item أو selected index. لاحظ أخير واحد، شلون أعرف أخير واحد؟ إنه هذا إلى قلنا عدد، هذا 0 1 2 3 4 وعدد يعني 5 بيها زين. فأكو في property يعطينا العدد العناصر بالليست بوكس. أقول الليست بوكس dot items dot count الليست بوكس dot item dot count شي يعطينا العناصر كم item موجودة، هيعطينا 5 عناصر بس أنا شريدها ناقص 1 أوكي. فيعطيني هيبدي الكاونت من أكيد من الواحد العدد العد، فإذا آخر واحد هو كاونت ناقص 1 أكيد. بقول له هنا إذا أنا بأخير عنصر selected item أو آخر عنصر selected index شو تسوي؟ button يا button كانت الديليت ما سميناها أنا button هذا شوف اوكي button two dot enabled equal الى false. اذا معناته شنو؟ اذا index مالتي هو index مالتي عدد العناصر ايش قد هسه صار 6 طبعا 6 ناقص 1 هذا 5 حيكون هذا يبدأ من الصفر 0 1 2 3 4 5 اللي هو الفارغة. فإذا أقول هو الكاونت 6 عناصر ناقص 1 5 أو هنا إذا شوفن 5 بس عندنا عنصر فارغ زين. فإذا أنا على أخير عنصر سوي ال delete button false enable مالته أو غير حالة غير ذلك button 2 dot enabled equal الى true اوكي سويتها اسوي له run. لاحظ بالبدايه هذه 5 هذه 6 صارت 0 هذا index مالته 0 1 2 3 4 5 بس تقدر اعرض لك الindex هنا تقدر تسويها شوف الاندكسات شلون لما تختار أول واحد يكون 0 1 2 3 4 5 يعني عدد 6 هي بها ثاني 5 هي آخر واحد الاندكس مالته الاندكس يبدي من الصفر أوكي. بالبداية هذا disabled لأن بعدني أول ما سويت لان مو مختار راح من أسوي لان دائما من أسوي لان هذا ما في اختيار وهذا enabled. فبالبداية أسوي البطن وشو disabled على المدخلص من العملية. إذا أجي على property مالتها اروح على enabled behavior هنا صار بالbehavior enabled اسوي false هسه راح اسوي له run. لاحظ يلا اوكي ما اقدر امسحها اقدر امسح هذا كفت هنا ما اقدر امسح لاحظ اوكي صار ديسيبلد. اذا هنا بعد ما نحتاج الخاصيه اللي سويناها قبل شويه اذا الاندكس عبر صار خارج الاختيار. فاذا دائما عندنا هسه حاليا لان ديسيبلد يبدي ما يصير انيبل الا اذا اختار واحد من الموجودات. فاقدر اخلص من الكود فجزء من الكود اللي كنا بالديليت نسويه اللي هو شنو لاحظ هذا الاف بعد ما احتاجه اوكي بالضبط بعد ما احتاج لانه انا بعد ما يحتاج اسوي التشيكينج لانه دائما انا مختار يلا يصير انيبلد. لاحظ هسه اسوي الان اوكي ثبت ليف انسر اسوي 1 2 3 اقدر اسوي انسر بالنهايه ايضا 4 5 اوكي
زين فقط شيل لاخ اسوي ايضا هذا disable بالبدايه لما مسوي select ومن اسوي select يلا يصير enable فاجي اوقف البرنامج اختار البتن اروح على خاصيه ال enabled اسوي disable بالبدايه واجي هنا على لما اكو اختيار اذا صار اي اختيار وين ما كان زين اسوي له enabled اقول له اذا button 1 dot enabled equal الى true هسه هنسوي له run لاحظي بدي مختفية اذا ما اختار ما يصير اذا اختار هذا كله اسوي disable صار disable اسوي enable enable هسه اقدر احط عنصر واقدر اسوي ديليت واقدر احط بالنهاية واقدر احط بالبداية واي مكان اريده اوكي هذا المطلوب.